حنكمل موضوع الـ Error Handling and Exceptions. وقفنا المحاضرة الماضية عند اللي هو الطرق اللي أنا ممكن أتعامل معها أو أعالج فيها الـ Error اللي أنا بيظهر عندي في من خلال الويب باستخدام طبعا الـ PHP. وشفنا اللي هو إنه إحنا في عنا ثلاث طرق. الطريقة الأولى اللي هي عندنا اللي هي اللي أنا أستخدم الـ Die Statement أو أستخدم قلنا شفنا اللي هو الـ Error Reporting، واليوم حنشوف اللي هو الـ Custom Error. لكن قبل ما أشوف الـ Custom Error حبيت أعرض مثال عملي اللي كيف نستخدم اللي هي الداي والايرور ريبورتنج. فهنا عندنا لو جينا عندنا هنا واستخدمنا في عندنا هنا فتحنا ملف ورحنا هنا مثلا على سبيل المثال، لو انا بدي اعمل قاعدة بيانات او بدي افتح قاعدة بيانات اتعامل مع قاعدة بيانات، فانا بدي اشتغل هنا بي اتش بي PHP تمام. وهنا على السريع هيك نكتب عنا، وهنا نحط عنا اللي هو على السيرفر نيم بيساوي اللي هو اللوكال هوست، وبدي اجي هنا عندي اللي هو اليوزر نيم زي ما شفنا كيف في قواعد البيانات بنفتح اللي هو القاعدة يوزر نيم طبعا، وفي عندي مثلا اللي هي الباسورد هنا طبعا. الان هذولا كمثال انا بعمله مش فعلي يعني، بس انا بدي افرجيك الايرور كيف بدها تظهر وكيف بدي تعالج واعالجها. وكمان عندي هنا اللي هو الداتابيس دي بي نيم، وهان اللي هو ماي مثلا ماي دي بي تمام. هذا مثال. طيب الان احنا قلنا احنا يوم جينا في قواعد البيانات قلنا بنعرف متغير من نوع connection، وهذا المتغير بياخد my sql my sql connect، وهاي بتاخد ايش اللي هو ايش عندنا من يقولنا اللي هو الايرور اول، عفوا مش الايرور اللي هو السيرفر نيم، والثاني اللي هو اليوزر نيم اليوزر نيم، والثالث اللي هو الباسورد تمام، والرابعة اللي هو اليوزر اللي هو الدي بي نيم تمام. الآن هنا بدي أجي أنا وبدي أقول له إف، إذا أنا بدي أشوف هالقاعدة هنا بدها يتم عملية فتح إلها ولا لا، فأقول له هنا بدي أنفي الشرط، بدي أقول له إف هذه اللي هي الكونكشن إذا ما صارش إذا رجعت هذه خطأ فإنه إيش بتكون هذه اللي هي قيمتها فولس، وبالتالي إذا يعني نفيناها بتصير الكونديشن إيش هو صحيح. طيب والآن بدي أفتح قوس وأقول له الآن داي، ها هي جينا هذا لموضوعنا إحنا إنه أنا بدي أستخدم الداي، فإيش بدي أستخدم هان؟ بدي أطلع له رسالة أقول له اللي هو الكونكشن connection failed
الان بدي احفظ واروح افتح واشوف ايش الايرور اللي بدها تظهر عندي هنا في اللي هو فبروح هنا local host وبدي اروح هنا على اللي هو تحت اللوكال هوست، بدي اروح على my web وهي انتر. هاي بدي الاقي الملف، ايش حلاحظ موجود عندي هنا؟ ظهر عندي الان، ظهر عندي اللي هو هاي الرسالة اللي طلعت اللي هي الداي اللي احنا تو شفناها اللي استخدمناها، اذا لانه ما صارش، لانه انا ما في عندي اصلا هاي القاعدة ولا هاي الباسورد، لكن انا حطيتهم كمثال. فايش هو اجى عمل عندنا هنا؟ قال لك اول اشي فيش عندي هذا اليوزر نيم ولا في عندي هذا القاعدة، وطلع لك قلنا ايش نوع الداتابيس لما تكونش موجودة، قلنا وورنج من المحاضرة الماضية، تمام، وحط لك هنا اللي هو الايرور. لكن بعد ذلك رشرح اجى للشرط الموجود عندك هنا وقال لك في عندك اللي هو الايرور الكونكشن ايرور. طبعا هذه الطريقة الاولى اللي احنا قلناها. طيب الان انت شفنا الطريقة الثانية واللي هي ايش؟ الريبورت، اللي هي ايش يا شباب؟ الريبورت ايرور، الايرور ريبورتنج، الايرور ريبورتنج. وايش عملنا في الايرور ريبورتنج هذه يا شباب؟ قلنا الايرور ريبورتنج انه انا بدي احدد، ممكن انا اخفي كل او جميع اللي هو الايرور اللي بتظهر عندي. فاذا انا بدي اخفي كل الايرور، ايش قلنا؟ مين يذكرنا المحاضره اللي فاتت؟ قلنا في عندنا مجموعه من الكونستنت، وهذه الكونستنت كل واحده ومجموعين في ثلاث جروب، وقلنا منها للورنج او وفي منها للنوتس وفي منها للفتل. وحكينا انه الايرور ريبورتنج ممكن انا اخفي الجميع بايش؟ انه استخدم الفانكشن اللي اسمها ايرور ريبورتنج واقول له الاي اول، فبيختفي لي كل اللي هو الايرور. بمعنى انا لو جيت هنا عندي، نرجع لكودنا هاي على السريع، وجينا هنا وقلنا في اللي هو هان، وقلت هنا عندي اللي هو الايرور ريبورتنج، ايش بدي اقول له؟ بدي اقول له اي اول، قلنا في هذول كونستنت كل واحده الها معنى، فاي اول يعني اخفي لي جميع او اظهر لي عفوا جميع اللي هو مين؟ جميع الايرور. اي اول يعني اظهر كل اللي هو ايش؟ الايرور. فنيجي هنا نعمل سيف ونشوف ايش حيصير معنا. هاي ريفريش، حدال كل الايرور تظهر عندي. لكن قلنا مين يذكرني لو بدي اخفي؟ ايوه بدي احط صفر هان. ايش هذي بتعمل الصفر؟ قلنا بيخفي كل الايش؟ الايرور اللي موجودة عندنا، وبالتالي لاحظ انه اخفالك كل الايرور اللي موجودة عندك، وما ظهرت الا مين؟ هذه باستخدام مين يا شباب؟ الايرور ريبورتنج. هاي عندك عفوا عندك الطريقتين اللي هو تستخدم الداي او تستخدم الايرور ريبورتنج، وشفنا كيف بنتعامل مع التنتين، مع الايرور ريبورتنج او هاي الداي قدامك بالطريقه العمليه. طيب الان بيجي بدنا نيجي لشغله ثانيه اللي هو يا شباب يعني انت يعني شوف التو احنا شفنا الايرور كيف خفيناه، وهذا الايرور يعني انت ارتحت انه انت اخفيت هذا الايرور، لكن عملية الاجنورينج لهذا الايرور don't do that. ليش؟ لانه انت كالذي ايش؟ يغطي راسه بالتراب. يعني ما يعني انت الشغلة بتغطي راسك بالتراب، ما بتظهر عندك اللي هو الامر الحقيقي، وبالتالي عندك انت لابد من معالجة
يعني تكون بروفيشنال، المعالجة تكون صحيحة لهذا الايرور، وذلك من خلال اللي هو وفرت لك اللي هي البي اتش بي، انه انت تقدر تعمل فانكشن، وهذه الفانكشن انت تروح تحدد فيها كل الايرور اللي انت بتظهر عندك، وايش انواعها، وايش المسج اللي انت بدك تصير تتعامل معها، وتصير عندك هذه الدالة هي اللي بدها تطلع عندك في التطبيق تبعك اللي هو الايرور الموجودة عندك. طيب ايش الدالة هذه وكيف بدنا نتعامل معها؟ اذا اول اشي بدك تبني دالة، بدك تبني فانكشن، وبعد ما طبعا هذه الفانكشن زي ما انت ملاحظ فيها عندك كم بارامتر الها؟ الها 5 بارامتر. تمام، هذه الدالة الها الايرور نفسه، بدك تشوف الايرور، رقم الايرور، المسج تبعت الايرور، الفايل اللي حدث فيه هذا الايرور، اللي هو كمان اللاين لهذا الايرور، وبعدين في عندي هنا الري، هذه الري اللي هي بتحتوي على جميع الفاريابلز اللي موجوده في داخل اللي هو الفايلز، واللي هي ممكن يكون بواحده منهم الايرور حدث. طبعا زي ما انت شايف في عندك منهم اوبشنال، وفي من عندهم اول تنتين ماست لازم تعرفهم في داخل الفانكشن اللي انت بدك تنشئها. طيب انشأنا الفانكشن هذه، بعد ما خلص الفانكشن هذه بدي اروح اعملها تسجيل في داخل فانكشن، في داخل الفوتو البي اتش بي، اسمها سيت ايرور هاندلنج. سيت ايرور هاندلنج، نشوف الشغلة هذه عمليا حتى توضح عنا الامور اكثر. فعندك هنا لو اجينا رجعنا احنا لمثالنا اللي هو اللي كنا هنا لمثال اللي هو نعمل مثال جديد الان، هذا بخصوص لمين؟ اللي هو الايرور اللي احنا ظهرت عنا. طيب لو انا بدي اجي هنا لنفس المثال هذا، او ممكن نعمل في مثال اخر، يعني مثلا على سبيل المثال نرجع لمثالنا، هاي نعمل هنا لمثالنا تبع المحاضرة الماضية اللي هو كنترول اس، خلينا نعمل هنا تيست مثلا، اي اشي نكتب دوت بي اتش بي، وهن نحفظه بي اتش بي. تمام، ونيجي المرة الماضية اخذنا المثال اللي هو الاكسبلود، اذا متذكرين المثال اللي هو تبع الدالة، وقلنا لو انا عرفت متغير اسمه string هنا مثلا، وحطيت في داخل هذا السترينج مثلا اي قيمة بدي اياها، مثلا اي و جي مثلا، ورحت هنا بعد ما عرفت السترينج هذا استخدمت الدالة اللي اسمها اكسبلود، مين يذكرنا ايش الاكسبلود؟ ايوه، تاخذ وبترجع لك كاري. طيب الان هنا بدي اقول له، قلنا احنا هذه بتاخذ تو ارجومنت، انا بدي احط الارجومنت واحدة عشان تطلع لي الايرور اللي احنا بدنا نشوفه. تمام، هاي كنترول اس، هذا عرفته. الان لو جيت ورجعت عندي هنا على اللي هو الماي ويب هان، ورحت للتست ايرور، ايش حيقول لك؟ حيقول لك وورنج، هذه الاكسبلود لها لازم تو بارامتر، شفناها المحاضرة الماضية. طيب احنا الان ايش بدنا نعمل؟ بدنا نعمل احنا يا شباب دالة خاصة فينا، هذه الدالة هي اللي حتصير تستقبل اللي هو الايرورز اللي الموجودة عندك، وبالتالي انت من خلال الفحص انواع الايرور حتصير انت تطلع الرسائل اللي بدك اياها، وحنشوف ليش احنا بنتعامل مع هذا النوع من الفانكشن. اذا انت بدل ما تعتمد على اللي هو
عملية اخفاء للايرور، وهذا يقول ان احنا بنفعش. او الداي برضو كمان، الداي احيانا ما بتزبطش معنا لانه احنا بحاجة الى شغلة متقدمة. فاجينا للطريقة الثالثة اللي هي عملية الكستم للايرور هذه، واللي هي من خلال انه انا اعمل فانكشن خاصة فيها. طيب الفانكشن هذه كيف بدي اعملها؟ قلنا اول شيء هذه الفانكشن، اي فانكشن طبعا انت بتسمي الفانكشن اللي بدك اياه، تمام؟ فهم بدي اعرف فانكشن، هاي فانكشن بدي اعرف فانكشن، تمام؟ وهذه الفانكشن اي نوع بدي، مثلا ايش بدي اسميها؟ مثلا بدي اسميها باي اسم مثلا. وهذه قلنا اتفقنا الها خمس ايش اربع باراميترز. بدي اول قلنا النوع، نوع الايرور، وهذا طبعا بكون رقم. وفي عندي اللي هو المسج، وفي عندي اللي هو الفايل اللي هي موجودة فيه، وفي عندي كمان ايش الارجومنت الثالث اللي هو اللاين اللي صار حدث في عنده هذه الايرور. طيب الان في داخل هذه الفانكشن ايش انا بدي اعمل؟ بدي اروح يا شباب بدي اشوف الايرور هذا ايش نوعه. مش قلنا احنا في عندنا 12 واحد، بدي اجي افحص هذا الايرور اللي جاي، هذا الايرور اللي جاي، وبدي اشوف ايش نوعه، وبناء عليه اعمل اللي هو اطلع الرساله او اطبع الرساله اللي انا بدي اياها. طيب الان انا بدي اجي اعمل سويتش، وفي داخل هذا السويتش يا شباب بدي اروح اعمل على مين؟ على التايب، صح ولا لا؟ التايب الايرور اللي هو جاي التايب. اذا بتتذكر المحاضرة الماضية قلنا في التايب عندنا 12 واحد وهم كونستنت، وكل واحد له معناه، وكل واحد له معناه، وكل واحد له رقم. وقلنا هذا الملف لو فتحنا ملف البي اتش بي دوت اي ان اي هنلاقي كل واحد له معنى. فمثلا لو كان عندي انا هانا في الكيس الاول، لو كان انا عندي اللي جاي اللي هو الاي ايرور، لو كان الموج او اي نوتس، اذا بترجع وبتشوف اي قلنا هذا الكونستانت، ايش بيصير؟ ايش بيعطينا هذا الاي نوتس؟ مين يذكرنا الاي نوتس؟ ايوه قلنا اذا كان نوع الايرور نوتس، او اللي هو اول واحد اللي قلنا ايش هو اول واحد، ان هي قلنا انه الثلاث انواع اللي هي النوتس وال او الانفورميشنال. طيب اذا كان هذا الايرور اللي جايك نوتس، فايش اعمل انت هنا؟ مثلا على سبيل المثال اعمل برنت، مثلا احنا الوقت بدنا نعمل برنت، احنا بدنا برنت مثلا تقول نوتس 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 ايرور نوتس ايرور مثلا. طيب لو بدك تيجي الان او تيجي طبعا تعمل بريك، تاخذ كيس ثاني مثلا على سبيل المثال ناخذ اللي هو لو كان الايرور اللي موجود عندي اللي هي الورينج، الاي وورينج، الورينج الاي وورينج، تمام؟ فبدك تقول له اللي هو ايش هو الوورينج او نون، تقول له نون فاتل، نون فاتل ايرور مثلا. اون كمان كمان ممكن تقول له اون لاين مثلا، وتحط اللي هو المتغير اللي اسمه اللاين اللي احنا جايبينه فوق عندنا في اللاين، في اللاين في اللاين. واوف كمان ممكن تحط اوف فايل اللي انا المتغير الفايل الموجود عندي اللي انا باعته، هاي اللي انا باعت هذا وباعت اللاين وباعت هذا، فممكن اعرف كمان في اي. وكذلك اقول له المسج اللي هنا ظهرت عندي كمان اقول له هانا دولار ام اس جي. طيب الان لو كان عندي كمان اعمل كيس جديده اللي هو مثلا اي شيء،
طيب لو مثلا انت له نوتس ولا هي اورر، ايش حيكون في عندك؟ حيكون في عندك ايش يكون مثلا؟ ممكن يكون طبعا اللي هو نوع تاني. فمثلا لو انت بدك تكون مثلا في الديفولت هنا تطبع الايرور، اذا انت ما كانش وورنج ولا كان نوتس، بدك تطبع مثلا اللي هو الايرور ونوعه والفايل اللي موجود فيه. فهنا انت مثلا بتقول له مثلا هنا ايرور، هنا مثلا تقول له مثلا اذا ما كانش النوع هذا بتقول له مثلا هنا ايرور ايرور اوف تايب. ها انت مثلا مش عارف ايش الايرور اللي طلع عندك، انت لا طلع وورنج ولا طلع نوتس، وبتقول له اللي هو هنا التايب اللي انا موجود عندي، وهي كنترول اس. طيب الان هنا بعد ما انت جهزت الفانكشن وجهزت الايرورز وجهزت ايش المسجز اللي بدك اياها، الان ما بنفع بس تسكت هيك، لا انت بدك الان تعلم البي اتش بي ان هي فانكشن اللي بده يصير هو يتعامل معاها. فهنا اول كود بدك تيجي هنا وتيجي تعمل تسجل هذا الكلام، فبتروح بتستخدم بتقول set error error handler ايش اسم الفانكشن، ايش اسم الفانكشن عندنا احنا مسمينها اوبس هان، وهاي اللي هو. وبالتالي الان لو اصبح لو عندك صار اي ايرور فهو بروح بتعامل مع مين؟ مع هذه الفانكشن، وبصير يطلع لك الرسائل بناء على انت ايش محدد من خلال الفانكشن هذه. نعمل سيف الان ونشوف ايش اللي حيظهر عندنا. فكركم ايش حيظهر عندنا لو انا عملنا ريفريش؟ ايش حيظهر عندنا هنا؟ في عندنا هنا مشكله يوز اوف undefined constant اس. لحظه ايش هي هذه ال هذه لازم تكون بين كوتيشن هيك، هي كنترول اس، ونيجي كنترول اس ونعمل ريفريش. لاحظوا هنا ايش طلع عندنا هنا؟ نان فات الايرور اون لاين، هاي زي ما احنا شايفين ايش اللي طلعت عندنا. اي رساله هو اصلا هذا اللي هو ايش احنا تو قلنا ايش نوعها هذه اللي ايش نوعها قلنا ايش قلنا نوعها تو لما شفناها؟ ممتازين، اللي هو ايش يا شباب؟ اللي هو لما قال لك النون اكسبشن اللي هو ورينج، صح ولا لا؟ طيب وين بدها تتنفذ هذه؟ هيها لما نيجي هان على الورينج ولقى نوعها فقال لك نون فتل، وبعدين ايش راح جاب لك في اللاين؟ اي لاين هيو ايرور اون لاين، جاب لك اللاين. المشكله وين؟ في هاي في اللاين، هاي في المشكله هنا في اللاين هذا. في اي ملف؟ وجاب لك الملف، هيو جاب لك الملف وين موجود، وجاب لك الرسالة اللي موجودة عندك. وبالتالي انت عملت كاستمايزيشن للايرور من خلال فانكشن انت تتعامل معها وتحدد ايش الرسائل اللي انت بدك تستخدمها. واضح هذا الكلام؟ فاذا هذه الطريقة الثالثة في معالجة الايرور. طيب طبعا هذا الكلام هيو حشفناه عملي. الان هذا كمان مثال اخر اذا انت حابب تشوفه. هاي في عندي انا فانكشن اسمها ديمو ايرور هاندلر، وهي بتاخذ اللي هي الاربع ملفات وبتسال الاربع عفوا اللي اربع ارجومنتس، وهنا بتعمل سويتش وبتفوت عندك، وهنا بتعمل ريجستريشن لها مثالا اخر. طيب الآن ليش أنا بتعامل مع هذا الطريقة؟ ليش أنا رحت أعمل فانكشن وليش أروح أسجل وليش أعمل هالشغلة هذه كلها؟ طالما إنه في الآخر إحنا يعني أنت حتيجي تسألني تقول لي طب أنا ما هي الرسائل طلعت تو عندي وش استفدت؟ ما أنا بخلي الرسائل الأولى وهي رسائل هي هي في الآخر. الآن أنت كمطور ما بتخلي الإيرور هذه موجودة، وإذا كان بدها تظهر إيرور فانت هذه الايرور لازم تكون اول اشي ديسبلاي السيفر مسج تو ذا يوزر، يعني لازم تكون المسج اذا كان ولا بد الان تطلع، فانت بدك تكون بشكل
يعني تكون ما تعمل يعني ما تعمل قلق عند اللي هو اليوزر، تكون بشكل مريح، تكون بشكل يعني تكون لها تعكس اللي هي البروفيشناليتي اللي عندك. طيب الآن في طريقة أخرى يا شباب اليوم، وهي ممكن تستخدم بشكل كبير في موضوع الايرور، إنه أنت بيكون في عندك جدول للايرور هذه، وبتصير أنت لو مثلا هذه المسجات اللي إحنا تو عملناها بدل ما نعملها لليوزر، لأ أنا بروح بخزنها في داخل قاعدة بيانات، وبصير هذه الايرور الموجودة عندي أتعامل معاها. طيب أو ممكن أكتبها في فايل، طبعا انا في سواء فتحت في قاعدة البيانات او في فايل او ارسلها ايميل. انا مثلا اللي صارت في عندي ايرور، وبالتالي انا ممكن ارسل للدعم الفني من خلال هذا اللي هو الايميل، اقول له انه صار في مشكلة عندي مثلا في مكان معين، وبالتالي انت هذه الايرور او هذه الفانكشن بتصير انت تخزن في من داخلها، او تعمل كونكشن على الداتابيز او على فايل، او ترسل ايميل بهذه المشاكل اللي ظهرت عندي. تمام. وبكل الاحوال وبكل الاحوال زي ما حكينا يا شباب، انت المطلوب منك انك انت تتحكم 99.9 انه ما يكون في عندك ايرور، لكن اذا ظهرت ايرور لازم انت تتعامل معها. وشوفنا كيف نتعامل، سواء كنت تضاي اذا انت كنت هذا ولا يعني انت تضاي، طبعا طريقه بسيطه ويعني وهي مقبوله في حالة او في مرحلة الديفلوبينج، يعني انت وخلال وانت بتطور موضوع. كمان ان استخدم الايرور ريبورتنج طريقة يعني قد تكون انه هي انت بتعمل اخفاء للايرور او كذا، ولكن هذا احنا قلنا ما بنفع انه احنا نتغاضى عن الايرور، ولابد انه نعرف كل صغيرة وكبيرة بالايرور. الطريقة الثالثة اللي هي الاكثر بروفيشنال، انه انا اتعامل مع اعمل دالة، ومن خلال هذه الدالة انا الها في عندك بارامتر هذه الدالة، واحنا زي ما شفنا عمليا كيف نبرمج هذه الدالة، وكيف احنا نسجل هذه الدالة من خلال الست ايرور هاندلر، وبعد ذلك انا اتعامل مع هذه الايرور على هذه الفانكشن، بحيث اني انا الرسائل المختلفة. طبعا احنا هنا يا شباب عشان بس نفهم في المنطقة هذه، بدل ما انا اطلع ايرور بصير انا مثلا هذا الايرور نفسه اخزنه في قاعدة بيانات، اخزنه في فايل، ابعته ايميل للدعم الفني، وبالتالي انا اصبحت اعالج الايرور بشكل احترافي. هذا بخصوص الايرور هاندلينج. الان نتكلم عن الاكسبشن. والاكسبشن زي احنا ما مر علينا في لغات برمجة سابقة، هو عبارة عن حدث معين يعمل على تغيير مجرى الطبيعي للبرنامج اذا حدث خطأ، وكنا نتعامل معه بحيث انه نتعامل مع هذا الاكسبشن انه بيتم عملية حفظ حالة الكود الموجودة انت عندك، وبعدين احنا بنروح بنحوله لفانكشن. هذه الفانكشن بتتعامل مع هذا الاكسبشن زي ما مر علينا في لغات البرمجة السابقة. طبعا لو اجيت سألت احد منكم الاكسبشن ايش احنا بنستخدمه في الاساس، ممتاز، احنا بنستخدمه في الاساس حتى نتعامل مع اللوجيك اللي موجود عندنا، اللوجيك الايرور لوجيك، لانه احنا شفنا في الايرور السابقة بنتعامل مع الايرور سواء كانت السينتاكس او سواء كانت عملية عدم وجود مثلا ملفات او غيرها. لكن هان انا لما بدي اتعامل مع الاكسبشن بدي اتعامل مع اللي هو اللوجيك ايرور، واللي هو في الغالب بيكون او اللي هو بنتعامل مع الفلو كنترول اللي موجود عندنا. ايش المقصود بالفلو كنترول؟ يعني انت اليوم بمثلا على سبيل المثال في عندك شرط، بتعمل شرط على او كونديشن على كود معين، او 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 خلال مثلا فور لوب او واي لوب، انت بتجلب بيانات من قاعدة البيانات وبدك تتأكد انه مش نل هذه البيانات. فاذا مثلا حدث معين من هذه الاحداث فانت بتعمل اكسبشن. طبعا الاكسبشن اصبح موجود في البي اتش بي يا شباب
بين لما صارت البي اتش بي فول او بي اوبجكت اورينتد بروجرامنج، يعني واحنا حكينا متى صارت، من قلنا ممتاز في الفيرجن الخامسة اصبحت بتدعم اللي هو الفول اوبجكت اورينتد. طيب الان هذه المعالجة للاكسبشن مش حت يعني مش حتكون بتختلف، مثلا حنشوفها زي ما حنشوف في الجافة، لكن عندي هنا في بعض الملاحظات انه الاكسبشن يعني انت كل مرة بتيجي بتعمل اف كونديشن، بتعمل شرط وبتقول له موجود ولا مش موجود، وبالتالي انه انت لما تيجي تعالج او انت تستخدم الاكسبشن في عملية البرمجة فانت بدك تحاول قدر الامكان يعني تتفاداه، لانه بيعمل اللي هو حمل على الميموري وبتلاقيه، وبالتالي انه ممكن يعمل عملية يعني كثر الاكسبشن او كثر معالجة الاكسبشن فممكن يعمل عملية تبطيء، وبالتالي انت بحد ذاته اللي هو الاكسبشن ما تستخدمه للكنترول فلو لكل اللي هو يعني البرنامج عندك، وبالتالي انت بدك تكون يعني انجينيرينج او مهندس برمجيات صح، يعني عندك نولج في الموضوع هذا. لما يكون في عندك حاجة ماسة جدا للإكسيبشن فأنت بتتعامل معه وبتضعه في الكود. طيب الآن عدم اللي هو عدم معالجة اللي هو الإكسيبشن هذا فبحيطلع عنا اللي هو الفاتل ايرور، يعني حيقول لك هذا انت عدم معالجتك لا اللي هو الإكسيبشن فأنت حيطلع عندك اللي هو فاتل ايرور. نشوف هذا الكلام عمليا بحيث انه نفهم هذا الكلام. فلو اجينا عندنا هنا وعملنا مثال عملي هنا عندي، هاي عندنا نيو هان فايل، واجينا عندنا هنا عفوا وعملنا هنا عندنا سيف هنا بي اتش بي وهان سميناه مثلا اللي هو اكسبشن هاندلنج دوت بي اتش بي. تمام، والان اجينا في هذا الكود بدنا ان نكتب او نعمل مثال على اللي هو كيف بدنا نتعامل مع هذا الاكسبشن. فمثلا انا لو عندي الكود البرمجي التالي، مثلا انا بدي اكتب عندي هنا بي اتش بي وبدي هذا اعمل، مثلا بدي اعمل فانكشن، هذه الفانكشن بتعمل تشيك مثلا نمبر، بتبعت له انت نمبر وبتفحص على هذا النمبر، اذا كان هذا النمبر مثلا اكبر من واحد او اكبر حسب اللي هو اللي انت النمبر، مثلا نحط هنا ونيجي عندنا هنا بتيجي انت عندك هنا، قلنا احنا الاكسبشن بيعالج الفلو كنترول ودائما بيكون موجود سواء كان بالاف او بالفور. طيب والان نيجي عندنا هنا ومثلا نقول مثلا اذا كان هذا النمبر اكبر من واحد مثلا على سبيل المثال، فانا بدي اعمل هنا يطلع عندي مثلا اكسبشن. كيف بدي اطلع على الاكسبشن؟ مشابه جدا للجافا، بعمل ثرو ومن خلال هذا الثرو بروح باكتب اللي هو الرساله اللي موجوده عندي. طبعا احنا اتفقنا انه الاكسبشن هذه اصبحت عندي موجوده، قلنا في وين يا شباب؟ في
في الاوبجكت اورينتد بروجرامينج في الفانكشن. طبعا وهنا نعمل ريتيرن اصبحت في البي اتش بي في الايش في الفيرجن الخامسه. وبالتالي احنا هنا مين يقولنا ايش اللي عملناه احنا في عمليه الثرو هذه؟ ممتاز، عملنا اوبجكت من كلاس اللي اسمها مين؟ الاكسبشن، لانه انت هيك عملت نيو، تمام؟ وانت هنا عملت ايش؟ ثرو لهذا الاكسبشن. طيب الداله هنا رجعت لنا ترو عشان نشوف اذا صارت اذا هذا اذا ما صارش عمليه الثرو هذا، فانا بدي ارجع ترو لهذه الفانكشن. طيب لو جيت هنا وقلت عندي رحت عملت كول لهذه الفانكشن اللي موجوده عندي تشيك نمبر وبعثت لها هنا 2 وهنا عملنا سيف ورحنا الان هنا عندنا في الايرورز في الفحص ونشوف ايش فيه حيصير عندنا هايها ايش حنلاحظ؟ قال لك فاتل ايرور. انت تو قلنا لك انه اذا انت ما تعاملتش او ما عملتش هاندلنج لهذا الايرور وعملت ثرو لهذا الايرور ايش حيعالجه؟ حيعالجه عباره عن او حيقول لك هذا المشكله فاتل ايرور، وبالتالي انت لازم تعمل هاندلنج او تعمل كاتشنج لهذا اللي هو اللي ايش الهاندلنج اللي عفوا اللي هو الاكسبشن. طيب طبعا احنا يا شباب كمان مرة بنحكي انه الاكسبشن هو عبارة عن معالجة، حتى نراجع معلوماتنا، عبارة عن معالجة للايرور اللوجيك. الايرور اللوجيك ايش الايرور اللوجيك؟ الايرور اللوجيك اللي هي بتكون موجودة في داخل الكود عندك، واللي هي من خلالها انت بدك تتحكم في اللوجيك اللي موجود عندك. فمثلا انا تو في عندي هان في المثال ايش عملنا؟ رحنا فحصنا احنا اللوجيك، هل في عندي لوجيك؟ هل ان الرقم اللي انا باعته اكبر من واحد؟ فانت هنا بتعالج لوجيك، لا هو سينتاكس ولا اشي، ولا هو فقد لا متغير ولا اشي. وبالتالي الهاندلنج او اللي هو الاكسبشن انت بتعالج اللي هو اللوجيك او اللي هي المنطق اللي موجود عندك في الكود. طيب كيف انا بدي انا هذا اعالجه؟ ممتاز، بدي اعالجه بايه؟ زي ما كنا ناخذ في لغات البرمجه الاخرى من خلال مين يا شباب؟ اللي هو التراي والكاش. فهنا باجي اعمل هنا التراي لهذه اللي هو بعمل التراي هاي بنعمل تراي وكاش لمين؟ لا اللي هو الايرور الموجود عندي للاكسبشن. وباجي هنا تراي في داخل التراي بروح بعمل كول لمين؟ للفانكشن اللي اسمها تشيك نمبر، ونبعت لها الان اللي هي النمبر ونشوف ايش حيحصل عندنا في داخل اللي هو هذا. طبعا انت في الكاش الان بدك تظهر الرسالة اللي انت بدك تظهرها، صح ولا لا؟ فانت هنا هي عندك اللي هو الكاش او وين حيتم عملية الكاشنج لهذا الاكسبشن، فحيجي وين عندك هان؟ في داخل الكاش. فمثلا على سبيل المثال ممكن انت تعمل هنا ايكو وتطبع له هنا الرسالة اللي بدك اياها. طبعا احنا هنا ممكن نقول له مسج الرسالة اللي احنا بدنا نطلعها عنا، وهنا نعمل كونكاتينيشن هنا لايش ممكن نعمل هنا. طبعا الايرور اللي انت هذه في عندك ميثود في داخل هذا الاوبجكت اللي اسمه اللي هو عفوا في اللي هو في الاوبجكت مشاي عندك اوبجكت انت من نوع اكسبشن، فهذا الاوبجكت في داله اسمها اللي هو مين؟ الجيت مسج اللي هي ظهرت عندك اللي حتظهر جيت مسج جيت مسج. نعم تمام.
وهنا نعمل كل هذه اللي هي الفانكشن. ايش المسج هذه بتعمل؟ هذه مسج من داخل اللي هو الاوبجكت هذا، وبتروح انت بتعملها كونكاتينيشن مع اللي هي الداله هذه مع السترنج هذا، وبتطبع المسج اللي موجوده عندك. خلينا نشوف ايش صار معانا الان. لو جينا عملنا هان ريفرش، ايش حنلاحظ؟ هاي المسج ايرور بروسيس ريكويست، في عندك ايرور مطلوب لا اللي هو الريكويست الموجود عندك. تمام. اذا الان انت هاي عالجت اللي هو الايرور من خلال الاكسبشن. طبعا وبرجع بقول الاكسبشن هو بيعمل هاندلنج لمين؟ لللوجيك لللوجيك الفلو لوجيك اللي موجود عندك في داخل ايش يا شباب؟ في داخل الكود. طبعا في عندنا كمان في اللي هو الاوبجكت هذا الاكسبشن، في عندنا مجموعه من الفانكشن زي اللي هو في عندنا ممكن نعمل هنا مثلا هنا نعمل كونكاتينيشن مثلا كمان ل مثلا نعمل هنا سلاش ان ونحط هنا كونكاتينيشن كمان. في عندنا مثلا اللي هو كمان الجيت كود، ممكن اعرف الجيت كود تبع هذا الايرور كمان، فانكشن جيت كود تجيبني. كمان في عندي اللي هو الجيت فايل، وفي كمان ممكن نعمل جيت فايل مثلا ايكو ايكو الجيت فايل هان مثلا بالايرور ايرور. لو انت مثلا بحاجه انك تعرف مثلا الايرور ايه هنا اللي هو الجيت فايل، جيت فايل اللي موجود فيه هذا اللي هو مين؟ الاكسبشن. هاي مثلا لو جينا هنا نعمل سيف ونشوف ايش بيظهر معنا هنا، نعمل ريفرش، لاحظ هنا اللي هو الكود اجى عندك زيرو، والملف اللي هو اللي ظهر عندك اللي هو مين؟ هاي جاب لك الملف اللي موجود فيه هذا الاكسبشن. طبعا في عندك كمان ممكن تعمل ايكو لمين؟ للسطر اللي موجود فيه هذا. ايضا فانكشن كتيرة موجودة في الاوبجيك هذه ممكن احنا ناخد نستخدمها، ممكن نقول له جيت مثلا لاين كمان موجودة عندنا، ونشوف وين موجود حدث هذا الاكسبشن اللي موجود نهيه في اللاين الخامس موجود عندنا. تمام. هاي في عندك في اللاين الخامس اصبح عندك اللي هو موجود عندك مين. طبعا في عندي كمان اللي هو الجيت تريس، وفي عندي الجيت تريس از سترينج. طبعا كل هذه الفانكشن انت ممكن تراجعها وتطلع عليها من خلال الريفرنس اللي هو الدبليو 3. هذا بخصوص اللي هو الاكسبشن. طبعا لو رجعنا عندنا هنا ل في عنا احنا هنا كذلك، طبعا احنا ضمن ان احنا من نحكي انه الاكسبشن هو يعني صار موجود عنا من خلال في يعني لما صارت اللي هي البي اتش بي فول اوبجكت اورينتد. اذا وبالتالي انت ممكن تعمل كاستم ايرور او هاندلنج للاكسبشن الموجود عندك، بحيث انه انت تعمل وراثة من اللي هو الكلاس اللي اسمه اللي هو الكلاس اللي اسمه اكسبشن، وتعمل انت كلاس خاصة فيك، ومن خلال هذه عفوا ومن خلال هذه اللي هي الكلاس بتصير انت تعمل اللي هو تعالج الهاندلنج اللي موجود عندك. حقيقة الموضوع يعني في ادفانس في الموضوع هذا، لكن احنا يعني مش هنتطرق له في الموضوع هذا. لكن انت بدك اذا اضطريت وبدك تتعامل مع الموضوع هذا فالموضوع سهل وموجود له الريفرنس، لكن احنا هنقتصر انه احنا فقط انه انت ممكن تتعامل مع هذا الاكسبشن وتعمل وراثة،
طبعا، وتعمل اوفرريد للكونستراكتور الموجوده فيه، وتعمل كولينج والميثود الموجوده فيه، وكيف تتعامل مع مثلا على سبيل المثال الميثود اللي تو احنا شفناها اللي بتعمل هاندلنج للايرور، ممكن انت تعمل اوفرريد لها وتصير تعمل هاندلنج لاي واحده من هذه اللي هو الفانكشن اللي موجوده عندك. طيب احنا في الهاندلنج استخدمنا الثرو وشفنا انه كيف نعمل ثرو لها، وشفنا التراي بلوك، وشفنا اللي هو الكاش بلوك. طبعا الفاينالي وين موجوده؟ هذه عندنا موجوده، صحيح موجوده عندنا في لغات البرمجه زي الجافا، لكن مش موجوده عندنا، مش موجوده عندنا هنا وين في داخل البي اتش بي. فاينالي لايش يا شباب ممكن نستخدمها؟ ايش ممكن تستخدمها؟ ممتاز. انت لما يصير في عمليه عندك اللي هو الكاشنج مثلا، ما صارش في عندك مثلا يعني في نهايه عمليه الكاشنج، فانت بدك تعمل مثلا عمليه معينه، فانت بتستخدم ايش اللي هو الفاينالي. طبعا مش موجوده عندك هنا في داخل البي اتش بي. طبعا احنا ككونكلوجن احنا يعني الايرور ما يعني لازم يعني نتعامل معاه وما نعمل اجنور له، اتفقنا، واخفائه مش طريقة عملية في اللي هو كبروفيشناليتي في شغلك. موضوع الايرور هذا لازم يصير عملية ديباجنج له. شفنا موضوع الديباجنج هذا ممكن انت من خلال ثلاث طرق، واخذنا الطرق الثلاثة وشفنا اللي هي سواء كان الداي او سواء كان اللي هو الايرور ريبورتنج، او سواء كنا اتعاملنا مع الكاستم وشفنا انه افضلها الكاستم، ومن خلال الكاستم هذا ممكن انا اعمل فانكشن، وهذه الفانكشن انا ممكن اخزن هذه الايرور في قواعد بيانات وتعامل معها او ارسلها من خلال ايميل. كمان شفنا اللي هو مفهوم الاكسبشن، والاكسبشن يا شباب يعني اللي فرقنا بينه وبين الايرور انه احنا الايرور هناك بنتعامل مع سينتاكس، في الاكسبشن انا بتعامل مع لوجيك. وشفنا انه اللي هو الاكسبشن ضروري انه نتعامل معاه من خلال اللي هو سواء كنا بنتعامل مع الاف او الفور او الفلو كنترول اللي بنسميها في البرمجه. طبعا الموضوع مش جديد عليكم موضوع الاكسبشن. شفنا كمان في الاكسبشن كيف احنا نفرق بين اللي احنا سواء كنا بنتعامل مع الايرور اللي هو ايرور كاست سينتاكس او اللي هو كلوجيك. وشفنا كيف هذه التعامل معها بالأكواد. بتمنى أنه في نهاية هذا المحاضرة أنه أنا المطلوب منك الآن أنت كيعني أنه حنحط مثلا عندنا إن شاء الله في كويز على اللي هو هذه المحاضرة، كذلك حيتم حنحط على الموديل اللي هو المشروع اللي حيتم للتقييم عندكم. ومن المهم جدا تبين لي في اللي هو كودك كيف لو صار عندك عملية ايرور او عملية اكسبشن كيف بدك تتعامل مع هذا الاكسبشن، لانه ما في واحد بكتب كوده الا يكون موجود يعني موجود عندك هذا الاكسبشن. وبالتالي الجملة هذه النهائية مهمة جدا، انه انت حتى لو اعتقدت اعتقاد جازم انه لا يمكن ما يكونش عندك ايرور في كودك، لكن لازم have a default error handling and default exception handling even if you are sure that everyone is covered. حتى لو انت اعتقدت اعتقاد، فالافضل انك انت تحط ايش default error handling and default exception handling بحيث يطلع انت كودك 100%. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين.